النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن كالعادة خلونا الأول نبدأ بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها اجتماع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتوجيهات سيادته بمواصلة الجهود المكثفة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين. ويمكن بنتكلم على خلاص قرب حلول عيد الفطر المبارك، علشان كده امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك. كمان مجلس الوزراء كان فيه أخبار يعني بتتداول أو أخبار خرجت من مجلس الوزراء بتقول إن شركة العاصمة الإدارية سددت 2 مليار جنيه للمالية تحت حساب ضرائب عام 2023. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية وتوجيهات سيادته بمواصلة الجهود المكثفة لاحتواء تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف حدتها على المواطنين. كمان وجه الرئيس بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام للناتج المحلي الإجمالي مع تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص، وده في إطار الالتزام بمبدأ الحياد التنافسي اللي بتنتهج الدولة والحرص على تسجيل العقبات اللي بتواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وتبادل الزعيمان التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعيدوا على الشعبين المصري والعماني الشقيقين بالخير والبركات والازدهار، وأن ينعم على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار والرخاء. امبارح هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي برقيته بهذه المناسبة عبر رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء الحكومة عن تقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات للرئيس السيسي، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد رئيس الجمهورية بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي ملفات عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشار إلى الأهمية الكبيرة اللي بتوليها الدولة لملف التعليم والتعليم الفني على وجه الخصوص، مع الحرص على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية المختلفة زي تجربة المدارس المصرية اليابانية ومدارس النيل المصرية الدولية وغيرها، وده من خلال التعاون مع القطاع الخاص. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وده لمتابعة عدد من ملفات عمل الشركة والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري إقامتها في نطاق العاصمة الإدارية الجديدة. وخلال اللقاء تم التأكيد على أن الشركة قامت بسداد 2 مليار جنيه لوزارة المالية تحت حساب الضرائب. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقرير مفصل عن أداء وزارة الثقافة والأنشطة والفعاليات الثقافية اللي نظمتها خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2023، وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، وكمان في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. امبارح أكدت الحكومة إنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة واللي بتفيد بصرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن الرسائل دي مزيفة وليس لها أساس من الصحة، وأكد على إنه أي منح أو مساعدات بتقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدود الدخل بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر منصتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. نروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة المحافظات علشان نعرف أخبار محافظات الجمهورية المختلفة والموضوعات وما حدث بالأمس في محافظات الجمهورية، اللي منها توفير 54 ألف فرصة عمل للشباب ضمن مبادرة مشروعك في محافظة الشرقية، وكمان بدء التشغيل التجريبي لنفق السد العالي في أسوان.
خلينا نروح لمحافظة المنوفية اللي امبارح تم فيها توزيع ملابس جديدة بثمن قرى بمناسبة عيد الفطر وحصاد 8000 فدان قمح وتوريد 11000 طن للشوان والصوانمع وده في محافظة الوادي الجديد. أخبار تانية كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الشرقية اللي تم فيها توفير 54852 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية مشروعك، واللي قدم تمويل لمشروعات الشباب بقيمة 3,20,000,000 جنيه. في أسوان تم بدء التشغيل التجريبي لنفق السد العالي شرق المحافظة، وتم الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع طبقاً للبرامج الزمنية المحددة. في الوادي الجديد تم بدء حصاد محصول القمح في الأسبوع الأول بعد اكتمال النضج في بعض مزارع المحافظة، وخلال الأسبوع تم حصاد 8000 فدان من إجمالي 435000 فدان منزرعة بالأقماح في نطاق المحافظة، وتم توريد 11000 طن من محصول القمح خارج المحافظة، وحيث تسع صومعة مدينة الخارجة 45000 فدان، وصومعة شرق العوينات تسع 60000 طن من الأقماح. في المنوفية نظمت مديرية التضامن الاجتماعي معرض ملابس في مركز أشمون بمناسبة عيد الفطر المبارك. تضمن المعرض توزيع 2258 قطعة ملابس جديدة على غير القادرين بثمن قرى بالمحافظة. في الغربية بدأت المحافظة في رصف محور ترعة طنطا الملاحية بطول 3 كيلو متر وعرض 8 متر، وبيعتبر أحد أهم المحاور المرورية اللي بتقوم المحافظة برفع كفاءتها علشان يكون بديل سريع للوصول للطريق الزراعي المتجه للقاهرة. في شمال سيناء سلمت مديرية الأوقاف 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام للجنة المركزية لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة شمال سيناء. في الإسماعيلية انطلقت فعاليات بداية حصاد القمح في مركز فايد وسط فرحة كبيرة من المزارعين، ورفعت المحافظة شعار توريد القمح واجب وطني. في الأقصر شهدت المحافظة تحليق 35 رحلة بالون طائر على متنها أكثر من 700 سائح من حول العالم، وده وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية اللي بتتوافد على رحلات البالون بصورة يومية مع تحسن حالة الطقس في تلك الأيام.